بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من ترند يلا كورة بعد نهاية أسبوع مليء بالأحداث سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي. محليا طبعا الحمد لله أخيرا عملنا قرعة الدوري. قرعة الدوري اللي كان بقالنا فترة مش عارفين هيبدأ إمتى، هيتحسب إمتى، الماتشات هتلعب فين، لكن الحمد لله شفنا قرعة مميزة جدا جدا لقرعة الدوري. جدول الدوري اتعلن الدور الأول بشكل جيد، الصورة كانت مبهجة بصراحة وبسيطة. شفنا اول مره في تاريخ الدوري تتعمل قرعه بالشكل اللي فيه شفافيه، مفيش حتى قرعه، الحمد لله مفيش قرعه موجهه. من اكتر الحاجات اللي كنت بحبها يعني يبقى في حاجه موجهه في القرعه، الاهلي والزمالك يلعبوا في نهايه الدور الاول وماتش الدور الثاني يتلعب في نهايه الدور الثاني، عشان تحسبا يعني ان يكون حد من الفريقين نهى الدوري فبالتالي نلعب مباراه هاديه ومفيهاش مشاكل. لا، ده ما اعتقدش ان في حد بيحب الكوره يحب وفي اي حاجه موجهه او حاجه مترتبه من البدايه. طب تعالوا نتكلم على نقطه مهمه كانت خلال الويك اند ده، هل قرعة الدوري ممكن تفيد فريق على حساب فريق؟ هل ممكن قرعة الدوري، سؤال كان مطروح، هل ممكن قرعة الدوري تخدم فريق ان هو يحسم اللقب عند فريق تاني، في سواء من يعني تتابع الماتشات بتلاعب فرق قويه بعد كده تلاعب فرق ضعيفه، تيجي تبقى انت عندك ماتشات قوي مثلا خارج مصر بطوله افريقيه ترجع تلعب ماتشات قويه مع فرق بترتيب معين، هل فعلا ده بيفرق في نهايه الموسم؟ انا على المستوى الشخصي بقول لا، مفيش فريق في الدنيا يقدر يقول ان جدول الدوري فادني او ضرني لحسم اللقب. ممكن يساعدني في وقت من الاوقات ابقى انا محتاج ماتشات بسيطه مع فرق متوسطه اكتر من فرق قويه عشان تلاحم الموسم المحلي مع البطوله الافريقيه، لكن مفيش فريق يقدر يقول انا كسبت اللقب عشان جدول ماتشاتي كان سهل. وفي كل احوال قرعه الدوري اللي شفناها خدمت نادي الزمالك في بعض الامور وضرته في بعض الامور، وبرده خدمت النادي الاهلي في بعض الامور وضرته في بعض الامور. طيب طبعا في الاول ليه الناس بتقول انت بتتكلم على الزمالك بس مش بيت الانديه، عشان انا بتكلم على الفرقتين اللي انا شايفهم الاقرب في المنافسه على اللقب لاخر الموسم. انا كنت في اول حلقه من ترند يلا كوره، وحتى برضو في الحلقه اللي حللنا فيها ماتش الزمالك وبيراميدز، انا اكدت ان نادي بيراميدز مش هيبقى زي السنه اللي فاتت والمستوى يختلف. ما تنتظروش ان الفريق ينافس على اللقب زي السنه اللي فاتت، في وجهه نظري الفريق اختلف في حاجات كتير، عشان كده وانا دلوقتي بحلل القرعه هتكلم على الاهلي والزمالك بشكل بيخ. نبدا مع النادي الاهلي ومشوار النادي الاهلي في الدوري. واحد من اصعب البدايات لانه في الاسبوع الاول هيلاعب نادي سموحه وطبعا اللي بيقوده الكابتن حسام حسن، والاسبوع الثاني هيلاعب الانتاج الحربي واللي بيقوده الكابتن مختار مختار. طبعا بدايه مع كابتن حسام حسن، مباراه بتبقى دايما صعبه على اختلاف اسم الفريق اللي بيدربه الكابتن حسام، ولكن الكابتن حسام حسن دايما اسلوبه مع كل الفرق بيدربها واحد، وبالتالي النادي الاهلي منتظر مباراه بدنيا هتبقى قويه جدا حماسيا. طبعا الكابتن حسام حسن واحد من المدربين اللي يعني بيعرفوا يشحنوا لعبتهم بشكل جيد، حتى طبعا بنتمنى له السلامه. طبعا كان لسه كابتن حسام حسن عامل عمليه وشفناه في التدريب نازل، طبعا عمليه في الرقبه والحمد لله يعني عملها على خير، لكن شفناه كابتن حسام حسن من حماسه ونزل على طول التمرين، هو رغم ان هو كان لسه في مرحله النقاهه، لكن ده حماس الكابتن حسام واللي اكيد بينتقل للعب. وبالتالي اعتقد ان الاهلي هيبقى على موعد مع مباراه قويه جدا جدا في بدايه الموسم قدام فريق هيبقى نازل متحمس جدا بفضل الجهاز الفني. طيب النادي الاهلي خصم سموحه يلعب الانتاج الحربي. الانتاج الحربي كابتن مختار مختار واحد من اكتر المديرين الفنيين خبره في الدوري، وحتى يعني كنا بنسال دايما اي مدير فني اي فريق نقول له اصعب ماتش بتلعبه قدام مين في الدوري، يقول لك اصعب ماتش بلعبه قدام الفريق بيقوده كابتن مختار. ليه؟ كابتن مختار فاهم طبيعه الدوري، فاهم طبيعه اللاعب المصري، مدرب كلاسيكي ما زال بيلعب بثلاثه لعيبه في خط الوسط بيقفل بشكل جيد، وبالتالي بشوف ده اكيد هيزيد من صعوبه البدايه للنادي الاهلي في بدايه الدوري. طب نروح نادي الزمالك. الزمالك عنده افضليه وجهه نظري. ايه الافضليه؟ اول 11 مباراه لنادي الزمالك داخل القاهره، اول مباراه خارجيه لنادي الزمالك هتبقى في الاسبوع ال 12 قدام طنطا، وبالتالي انا بشوف دي ميزه مهمه جدا جدا لنادي الزمالك في البدايه ان هو يبدا يجمع نقاط على قد ما يقدر في الاسابيع الاولى، خصوصا ان هيلعب داخل القاهره، مفيش سفر، مفيش تنقلات خارج القاهره، وبالتالي دي اعتقد ميزه. هل نادي الزمالك يبقى عنده مميزات بس؟ لا، نادي الزمالك برده خلال ال 11 مباراه دول عنده اعتقد اربع اسابيع يعني عنيفين جدا جدا، بدايه من الاسبوع الرابع اللي هيقابل فيه طبعا مباراه القمه هتبقى في الاسبوع الرابع، بعديها نادي الزمالك هيبقى عنده كذا مباراه، الاسبوع السابع عنده بيراميدز، عنده الاسبوع الخامس المقاولين، واعتقد كمان الاسبوع السادس هيبقى عنده انبي، وبالتالي اربع اسابيع ورا بعض بنتكلم نادي المقاولين. طبعا اذا الكابتن عماد النحاس كمل كمدير فني ولم ينتقل
في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، ولا اعتقد هو مش هيروح. يعني اعتقد كابتن عماد النحاس زي ما المقاولين قال مش هيطلع من المقاولين غير على منصب المدير الفني منتخب مصر. ده هيبقى امر صعب جدا. يعني كابتن عماد النحاس صعب يبقى هو مدير فني، ولكن هو كان مرشح يبقى مدرب عام مع الكابتن ايهاب جلال، برضو المرشح بقوه انه يبقى مدير فني منتخب. وبالتالي بشوف الاربع ماتشات دول هيبقوا اربع ماتشات اقوياء جدا جدا لنادي الزمالك. وبالتالي القرعه زي ما احنا شايفين في مميزات في عيوب، كل فريق عنده حاجه ممكن فترة ممكن يجمع فيها نقط. وبالتالي محدش يقدر يجي في آخر الموسم يقول والله لا ده الأهلي استفاد من البداية السهلة أو العكس، أو النادي الزمالك استفاد من البداية السهلة. لا، كل فريق عنده مميزات وعيوب في القرعة بتاعته. وبالتالي آخر الدوري دايما أي دوري في العالم اللي يفوز بيه هو اللي يستحقه. ما حدش عنده مبرر من جدول مبارياته أو من التوقفات أو من صعوبة المباريات أو المواجهات. لا، كل فريق لازم، الفريق البطل اللي بيسعى للقب لازم يبقى قادر إنه يتخطى أي عقبة تواجهه.